كنت في بيت جدتي، وجدتي دي اصلا متوفيه، وانا تمام. قاعده بذاكر، فلقيت مش عارفه تليفوني او تليفون ماما رن، وانا اصلا ما خلصت دراسه يعني. تمام فماما بتقول لي ردي على التليفون، ده واحد عايز يجي يسكن عندنا، تمام واحنا ما عندناش اصلا بيوت عايزه تتاجر يعني ولا حاجه. فبتقولي ده واحد عايز يسكن عندنا. فانا رديت فبقول الو، فقام جاي قايل لي الو، فانا كنت بكلمه بجديه قوي، فانا بكلمه وبقول الو بتكلم بجديه قوي، فجاه لقيتني في مدينه نصر، في الشارع في مدينه تمام نصر، تمام ومحطوط قدامي كل ده، هو معايا على التليفون، ومحطوط قدامي ترابيزه بيتحط لي عليها فطار. فانا ببص، فبقول الو هو لسه معايا ولا لا، بس الصوت سكت خالص. فبيقول لي اه معاكي، بس انا زعلان لاني كنت بتكلميني يعني نشوفيه شويه معنى الكلام يعني. يا جماعة، أنا مش جاية أعمل إعلان، أنا جاية أقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني أنا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام، كينج بار ساحر. فقلت خلاص بشايس اموري يعني معاه في الكلام، عشان خاطر يقول بقى ان هو يجي يسكن الشقه عشان ماما عايزاه يسكن يعني. تمام فببص لقيت الفطار عباره عن طبقين فول، واحد عليه طحينه كتير، واحد فول بس، وطعميه. بقول الله ده الطعميه شكلها حلو، انا هاكل طعميه. وصحيت من النوم على كده انت في والفطار الرؤية بيتشتت لي على الترابيزه. طب اسمعين، انت في الرؤية اللي قبل دي انت قلتي كان في بنطلونين، بلوستين بنطلون وبنطلون. واحد بس، لا مش عارفة هم بلوستين ولا، بس هم كانوا 3 قطع اللي أنا متأكدة منه بنطلون جينز. خلاص 3 قطع، وهنا كمان عندك طبقين، 2 فول بتقولي، طبق طعمية، برضو 3 حاجات. تمام كده. طيب ده اللي وضح لي برضو هنا الرموز اللي بتدل على الشهور القريبة جدا 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 لارتباطك. التفسير هنا هو التفسير بتاع الرؤية اللي فاتت، انا قلت لك ان حد هيجي لك، انت كنت بتكلمي بطريقة جدية جدا وفي اتصال، ومامتك هتحاول تقنعك بالشخص ده، هو نفس التفسير ده هو ده. انت ما حسيتيهاش دلوقتي كده ولا لا؟ مش عارفة الرؤية باينة أنا جدا جاية جدا، لك. يعني نفس التفسير اللي انا قلته. أيوة ومدينة نصر يعني معنى كده ربنا هينصرك مع الشخص ده. عندك كمان بسم الله الرحمن الرحيم، ال ال الوجبات اللي بتكون الفول والطعمية والحاجات دي تفسيراتها حلوة جدا جدا في الرؤى. وكان بيتحط لي فطار، كأنه فطار وبيتسرد لي على ما ترابيزة. هو ده، هو ده بداية موضوع جديد ليكي ان شاء الله، ومامتك هتحاول تقنعك، وانا بصراحة هكون مأيدة مامتك جدا، لان الشخص اللي هيجيلك حد كويس جدا جدا، والله اعلى واعلم، مش هو خالص تاني مرة الشخص اللي انت كنت بتتمنيه. يا جماعة، انا مش جاية اعمل اعلان، انا جاية اقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني انا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام، كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وأنا مش بقول كده عشان أعمل إعلان زي ما قلت لكم، لا، أنا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لأن أنا عارفة مصداقيتي عندكم شكلها إيه. فجربوا كينج بار. كينج بار جيل جديد هيخلي عظامك حديد.